لمصلحة عبد الكريم والتسديدة. الله التسجيل. نعم هو الأقرب منذ بداية الشوط، وبالتالي مهند عسيري يستغل الكرة الأرضية والتفاهم الكبير جدا بينه وبين عبد الكريم بن هنية ويسجل الهدف الأول للوحدة. هدف الأول للوحدة، كان تصدى لها منصور لكنه لم يسيطر على الكرة، وبالتالي هدف أول لمصلحة الوحدة. لاحظ يا سلام يا سلام على الكرة الأرضية وعدم الأنانية من جانب عبد الكريم بن هنية. المقص وين تتهيأ للهداف والكرة ما زالت خطيرة. بعد أن مرت الكرة من أمام فيصل المرقب، جون جامبو يسجل هدف التعادل. جون جامبو يسجل هدف التعادل للقادسية. الكرة مرت من أمام فيصل المرقب بعد أن اصطدمت في القائم الأيسر، كرة تعود ومن تسديدة. لاحظ الغامدي عرضية اصطدمت ثم عادت جون جامبو أو محمد لبيب ويشارك جامبو بالرأس، وبالتالي الهدف هدف التعادل للقادسية. هدف التعادل للقادسية، جون جامبو.